السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله سنتكلم هنتكلم عن تاني درس قراءة عندنا. الدرس بعنوان فارق الحق والنوى. فارق معناها شرط الحق والنوى اللي هي الجذور والجيب والنوى اللي هي نوى الطن أو البلد. اللي بيتكلم الدرس بتاعنا اسمه الدكتور زكي نجيب محمود. زكي نجيب إيه؟ محمود. لو جينا ناخد كده نقطة مختصرة عنه يقول إن زكي نجيب محمود ده هو فيلسوف وأديب مصري معاصر. فيلسوف وأديب مصري معاصر. ولد بمحافظة دمياط عام 1905 ميلادية. وتخرج في كلية الإعلام الجامعة القاهرة وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. وتوفي عن عمر طارق 80 ايه؟ عام. يعني توفى أو توفي وعمره حوالي كام؟ حوالي ايه؟ احنا قلنا إن هو الذهب عشان لونه ايه؟ أصفر فبيتماشى مع البلح ايه؟ اللي هو اللون الأصفر. طيب بيقول لي إن هذه الظواهر اللي هي بتاعت حبة القمح ونواه الطم كلها تدعونا الى التامل في مخلوقات الله عز وجل، لان لما بتتامل في المخلوقات ولما يزداد ايماننا بالله عز وجل نكون اكثر امتثالا لاوامره، يعني تنفيسا لاوامره واكثر اجتنابا لنواهيه، ونشكر الله عز وجل على هذه النعم دائما ونتذكر دائما شكر الله عز وجل بأن نطيع الله دائما وننفذ أوامره ونجتنب إيه؟ نواهيه. وده كان عرض سريع للدرس بتاعنا اللي هو بعنوان فارق الحق والنوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.